ইসলামিক লাইফ মিডিয়া, সৎ ও ইসলামের পথে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَةَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله চাল মেশিন চালাইতে পারো না, ইকো দিবা তোমার কি শুনাইলাম আমি, আওয়াজটা ভাসবে, তিনটা ডিলে হবে, ডিলে পারো কি শিখছো দেওয়াইলে তো আওয়াজ ইকো হবে, তো হয় না আপনি ফুল বানান। ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا اذكروا الله اذكروا الله اذكروا Allah
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا يا أيها النبي إنا أرسلناك
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله